رحيل جوليان خزوع المفاجئ، إصابة رودريغ عقل، وأخيرا الاستغناء عن هداف البطولة تيرل ستوجلن يلي شكل مفاجأة وصدمة كبيرة للكثير من جماهير الحكمة. لو تيريل عم مكمل بالاحترافية اللي بدنا اياها ما كنا بنستغني عنه. نحن تخطينا بكذا مطرح، تخطينا الاصول وتنحافظ على الطاقة اللي عنده اياها، بس تيريل هو ما عم يعني ما مشي بالاحترافية اللي لازم بدها اياها الفريق. تتحملي بالالي والرتور اخطاء، بس بالبلاي اوف ما في مزح، اضطرينا ناخذ قرارات سريعة جدا تنكمل هالسيري مثل ما لازم، نرجع نقوي دفاعنا، نقوي عم يلموا ريباوند كثير عالي علينا، كبرنا السايز. رحيل تيريل ووصول الأجنبي الجديد البريطاني أشلي هاملتون قد يغير تركيبة الفريق قبل المباراة الثالثة بالدور ربع النهائي مع الهومنتمن. بعتقد فلي جوليان صدمة أكثر من تيريل. مزبوط، تيريل لاعب كثير كبير والتالنت يعني يمكن ما بيجي مثله كتالنت، بس كمان يعني كان يمكن شوي عم بياخذ من الفريق. تيريل سكور كثير منيح، بس كان عندنا مشكلة كبيرة نحن معه على الديفنس، وكان عندنا مشكلة إنه ما عم نلعب كفريق. بتصور أنا إنه هلا بوجود اللعيب الجديد بيلعب اكثر مع الفريق، ما انه كثير اوفنسيف اورينتد، بيلعب ديفنس. ومع توقيع الحكمة مع الامريكي ويلي وارن لاعب كليبرز السابق، هل راح يكون الاستغناء عن تيريل قرار صائب من النادي الاخضر؟ الايام المقبلة وحدها كفيلة باعطاء الجواب.